اسكو راح تعطيني سوارد لاكشون، اسكو راح تدير مصلحه لبلادي، راهي جابت لنا الخراب والدمار وجابت لنا الفقر، والشباب راه يموت في البحر، الناس ما عندهاش. هل يوجد دوله في العالم تلقى الشباب فيها 40 سنه مازال لا زواج لا دار لا مستقبل لا زبي؟ هضروا لنا على الناس اللي عايشين في اوروبا، اللي راحت حياته وراح شبابه وراح من مستقبله وراح كذا، ويعمل لمصالح فرنسيين ومدلول في فرنسا، هذو ما هضروش عليها، هضروا عليها هادو يا ولاد القحاب. شوف الصحراء الغربيه، القلوه الاغوش ولا دروات وزبي واقف، هذيك هي طلع الدرابو 8 تاع. شوف خويا ليبرتي، خويا ليبرتي، حنا ما نسبوهم ما والو، يروحوا الله يسهل عليهم، يتقاتلوا معاهم، يذبحوا. يا خويا يا خويا ماهيش مشكلتنا حنايا، الله يسهل يا عليهم. يا عمي الحاج انا ما سبيتش، انا قلت لهم روحوا تناكم ما تدخلوناش في حيط، روحوا نيكم. اي والله ما سبيتش انايا، هو ما اللي طلع بدا يسب الاول، انا ما سبيتش خويا، انا ما سبيتش، انا بصح انا واحد من الناس مواطن جزائري. لحظه خويا دوك نعاود نطلعك دقيقه هضرك، باسكو الدير راه معمر. معليش معليش، بقى معايا لتحت، بقى معايا دوك نعاود نطلعك. هادو الناس هادو اللي في التيك توك، واحد ما على بالوش، واحد ما فاهم والو، واحد مدمور، واحد داخل يحوس على المضامات، واحد داخل مانيش عارف واش يدير، واحد داخل نتاع الفتنه، واحد داخل يدير في الفتنه، واحد يحوس يبان، واحد يحوس يدير كذا. جبتوا لنا السبان لجدودنا يا عمي الحاج. هل توجد دولة في العالم حطت لنا الدرابو نتاع الجزائر في التواليت؟ اعطيها لي في العالم، في الكرة الأرضية اعطيوها لي، نعتوها لي في الكرة الأرضية. حتى الإسرائيليين ويكرهونا وما يحبوناش وما حطوناش الراية نتاعنا اللي حروها جابوها طلعوها جدودنا، عطونا الحرية، عطونا الاستقلال، عطونا النعمة، عطونا الحرية، يجي واحد مروكي عياشي ولا يحسب لنا في جدودنا ويحط لنا في الراية في العالم الجزائري يحطوا في التواليت ولاو يسبونا في الشهادة. هيا فهموني في هذه، بسبة من؟ بسبة الصحراء، صح ولا لا؟ ولا راني غلط؟ ملا يا الصحراويين، روحوا نيكم ماتكم ونيكم مواتكم مجموعين، وحذاري ثم حذاري، تزيدوا جبتوا اسم الجزائر باسمكم انتم. اللي باغي يحرر بلاده يهز كلاشينكوف ويروح يحرر بلاده، بصح بالرسمي. يا مانيش نتمنيك يا ولاد القحاب، بني القحاب، يا ولاد بوزبير، يا ولاد القحبه، الناس اللي كتموت في البحر ما هدرتوش عليها، الشباب في الجزائر 40 سنه ما هدرتوش عليها، بلا زواج بلا زبي، بسبه الصحراويين هادو. زبي عندي صاحبي في امريكا، انا في السعوديه، في قطر، كاع يهربوا، كاع هربوا، كاع لاكلاس نتاعي انا اللي قريت معاهم وعشت معاهم كاع انا يهربوا، اللي في امريكا انا في امريكا، اللي في السعوديه في السعوديه، ما في ما يدار في الجزائر. وطيح لنا الامريكان هنا يا ولاد القحاب، والنص من الشباب اللي كيبيع في المالبور وما تهضروش عليه يا ولاد القحاب، بسبتكم نتوما. باسكو الجزائر عندها الميزانيه نتاع، عندها البترول، عندها الغاز، عندها الفوسفات، عندها الذهب، عندها بزاف حوايج، الخزينه نتاعها معمره. وهذيك الحكايه نتاع الفلسطينيين نتاع ليشات وكذا وكذا، هذيك المره الجايه ان شاء الله، اقسم بالله غير عبد المجيد تبون غير يولي عيط لي يقول لي وليدي يرحم بابك حشم بركه ما تزيد، لو كان ما نجيب لكمش الفضايح والشوها اللي طايحين لنا الامريكان، ها الوجه نتاعي ها، وتخراو لي عليه واحد مور واحد، تخراو لي عليه واحد مور واحد، باسكو انتوما منافقين. كيفاه دارك خامجه وانت تهضر على دار جارك؟ إن على طول الله عليكم وعلى والديكم مجموعين كيما راكم، إن شوف نيكم ماتكم مجموعين كيما راكم، جميع اللي جيبوا النيف على الصحراوي. نعاود نطلع هذا حبيبنا هذا، دوك يتجمعوا، دوك يتجمعوا، دوك نبدا نشمو. هضر اخويا هضر، فرغ اخوي قلبك اخوي. الصوت راه يتعاود، نهبط ونعاود نطلع. نهبط وعاود نطلع. اهبط يسمى دوك، انا دوك نضل نهبط فيك ونطلع فيك، انا اللي يطلع معايا رجلي التليفون وصوتو طالع، باسكو لو كان ما جيتش انا مديرونجي راني في ريستورو، نقسم لك بالله غير يسمعوني من مارسي، من مارسي يسمعوني، باسكو قلبي راه معمر. جاك طلع قال لك هنا وكذا وكسيتي، لا اله الا الله محمد رسول الله، شعب رائع. كيف انت ما تحبش انتوما؟ شوف انتوما نصكم ما تحبوش القبائل وما تحبوش الشرق الجزائري، وتدخلوا الفتنه في هذه وتروح تجي تدافع عليه على بلاد واحده اخرى. راه كي نشوفكم في لي لايف وعلى بالي بكم ومدير لكم كاع اللي يتبعكم وكل شيء، انتوما ما تحبوش الجزائر، ما تحبوش كاع، مكروهين القبائل والشرق مكروه، كيفاش نجي انا ندافع عليك؟ انا جيت تهضر معايا انا، طز فيك وطز فيكم مجموعين كيما راكم يا ولاد القحاب. اطلع شوي بواي، وين راه هذا يا خويا؟ رجلي لا كونيكسيون تاعك وطلع هضرنا نسمع فيك اخويا، تفضل. شوف خويا لي مليحه مليحه لا كونيكسيون مليحه، غير حبيت نقول لك انا
انا نعرف غير الجزائر، انا نعرف غير الجزائر وبس، ما كان لا صحراء لا والو. انا جامي شفت واحد صحراوي داير لايف ودير درابو تاع الجزائر وقاعد يدافع الجزائر ولا على الشهداء، غير حنايا كنا زكنا حاشاك دايرين درابو تاع الصحراويين وقاعدين ندافعوا على حاجه ما عندنا حتى فايده فيها يا اخي. وعلى بالك كاين بعض الجزائريين سبلوا اختو ما تسبلوش الصحراء، قسما بالله سبلوا اختو دير له صبع وما تهضرلوش على الصحراء. انا هذه ما فهمتهاش، كون يفهموني انا كون يفهموني ويقولوا لي الصحراء وكذا ومنا غدوه ندير درابو تاع الصحراء ونولي ندافع على الصحراء، بصح ما كانش يا صاحبي ما كانش فايده يا اخي. يا اخي يا اخي العزيز اسمعني، دير شو الميت دقيقه برك، دير عمل الميت، الميت عمل الميت خويا العز، عمل الميت. شوف عندي قداك قريب 3 سنين، قريب 3 سنين راني داخل في 3 سنين وانا هضرت ودافعت وكذا وكذا، وهادو ما يستاهلوش وما يعرفوا حتى حاجه، وهادو ممكن هادو يديو يطلعوا 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 الرايه نتاعهم ولا يجيبوا الاستقلال يدوروا على الجزائر، ما يتعاشروش ما فيهمش الخير. تروح تروح تفتح مرأة جزائرية اللايف يجيو يطلعوا معاها يسبوا ويطيحوا، بصح كي تروح انت اللايف نتاعهم تلقاهم داير الدرابو نتاع الدرابو نتاع الصحراء الغربية، اسمع مليحة، يدير الدرابو نتاع الصحراء الغربية ويحكي ويحكي غير على الصحراء الغربية، لو تنحرف بكلمة واحدة يسميوه طب، يسميوه كوريا الشمالية، معناتها كوريا الشمالية معناتها ينزلك يهبطك يهبطك يهبطك، فهمتوا؟ أنتم منافقين وأنتم أنتم معفنين، اذهبوا من هنا ونحن لا نريدكم، وروحوا بعدا بعدا عنا، وانتم معفنين يا صحراويين وانتم ما تمثلوناش وانتم ولاد القحاف، وروحوا تناكوا. أنا ما نقول لك لا صحراء لا غربية لا شرقية، ابعد عني، ما تجبش اسم الجزائر على لسانك، فهمت؟ طائرة خاصة باسم الجزائر، روح إبراهيم غالي يتنقل، عاملين اللجوء السياسي تندوف هذيك الدوهة المخيمات، وحول لهم الفلوس وحول كذا وحول كذا وحول كذا، وخلي الشعب الجزائري يموت في البحر، وخلي الشعب الجزائري يموت في باريس، وخلي الشعب الجزائري يموت في مارسي، وخلي الشعب الجزائري يموت في امريكا، وخلي الشعب الجزائري يموت، واحنا عندنا البترول وعندنا خيرات نتاع البلاد، وينوب الله اخويا، والشعب راه مرمي اخويا في الشارع ومرمي برا ها، وكثرت على امك هدر وفتح فمك حل عينك، ما راني نهدر ونقصف اخويا، ودوك نوض لكم حرب اهليه نوضها لك. هذه هي اخويا اللي ما عجبوش الحال اخويا، الحرب الاهليه اخويا، الكلاشينكوف خويا والتير اخويا، راني عايشين في اوروبا بصح القلب القلب على بلادي انايا، فهمتوا؟ راني نتناك انا في فرنسا ونجمع الفلوس ونبعثهم للجزائر، نبعثهم لابوست، نبعثهم للبنك، نبعث الكادة، فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ رانا منيوكين على جال بلادنا، فهمتوا؟ واش عطتنا البلاد هذيك تقول لك منا كذا؟ مي تحيا بلادي يا خويا، نموت على بلادي وتحيا بلادي، ما ندخلوش حنا في التفاصيل، باش ما نخرجوش على الموضوع حنا، حنا كنا نهضروا على الصحراويين، روحوا نيكم ماتكم الصحراويين الير وتور، فهمتوا؟ روحوا نيكم مواتكم مجموعين كيما راكم يا ولاد القحاب، روحوا نيكم ماتكم يا ولاد القحاب، في الالير والروتور نيكم ماتكم مجموعين، وهذوك الشياتة وهذوك بوصبع، وهذوك ولاد القحبة هذوك ولاد بوزبير، كبسوا نيكم ماتكم، اهدروا الحق يا ولاد القحاب. يا العياشة يا العياشة يا ولاد القحاب، الفرع نتاع العياشة، كاين العياشة في المغرب وكاين العياشة في الجزائر، أعطيني الفايدة أعطيني الفايدة، أعطيونا الفايدة أعطيونا المفيد المفيد، ماذا واش تعطينا احنا الصحراء الغربية هذه؟ واش تعطيني أنا؟ واش تعطيني الصحراء الغربية؟ واش تعطيني الصحراء الغربية أنا؟ شحال من صحراوي شحال من صحراوي راهم عايشين في الجزائر ومدايرين اللجوء السياسي وعايشين في تندوف وياكلوا من خير الجزائر وكذا وكذا وكسيتيرا 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 وكسيتيرا، دخلوا ديروا في الفتنه، نهبط ليكم التندوف والله نرحل الرب نتاع ربكم يقعد واحد في تندوف، مي قريب ان شاء الله، بقاو قريب ان شاء الله، واللي ما عجبوش الحال وفي لونتوراج نتاع باريس يطلع معايا ويحب يتلاقى معايا، دوك نتلاقى معاه توت سويت، نعلق ربه في بوطو ولا في سجره، نعلق له السوا السوا تاع مو نعلقها له في بوط، مهما كيما كانت الجنسيه نتاعو، هيا نيكم ماتكم روحوا تحواو، روحوا نيكم ماتكم ابراهيم غالي نحوي امه. واسمع هذيك سلطانه ولا واسمها ماشي عندها ولد اختها يخدم في البرلمان المغربي ها، ويهبط ليها المخزن يا ولاد القحاب،